اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعمل لكم النهارده روتين تفريز الفراخ. انا انتهزت فرصه ان الفراخ رخيصه ب 32 وب 34، لان هي كانت غاليه جدا وصلت ل 45. فدلوقتي رخصت، بقى الكيلو ب 34 او 32 على حسب المنطقه اللي انت فيها. فجبت كده هو 3 فرخات حلوين، كل فرخه عامله 2.5 كيلو او اكتر. هفرزها معاكم وهعمل منها تفريزات مختلفة، بس يا ريت طبعا لو اول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هبتدي الاول، غسلت الفراخ لوحديها خالص وهي سليمة، وبعد كده هقطع الفراخ على حسب انت عايزة تعملي التفريزات ايه. يعني هطلع الفليه لوحديه، طبعا هنعمل منه تفريزات كتير، وهطلع كمان الاجنحة لوحديها والهياكل لوحديها والوراك لوحديها. فانت ممكن تجيبي الفرخه لو على حسب عدد افراد الاسره هتعملي التفريزات بتاعتك. لو انت وجوزك بس ممكن طبعا الفرخه تطلعي الصدر بتاعها وتعملي منه كذا اكله، ممكن تعملي منه بانيه، ممكن تعملي منه فاهيتا، ممكن تعملي منه اللهم صل على النبي شيش طاووق، ممكن تعملي منه كفته، كفته الفراخ، فممكن تطلعي منه البانيه لوحده، ممكن تطلعي منه حاجات كتيره جدا. بالنسبه بقى لبقيه الفرخه، ممكن تطلعي الوراك لوحديها والاجنحه وتعمليها ببصل، ممكن تسلقيها وتطبخي عليها، ممكن تعمليها تتبيله مشويات وتشويها، فعلى حسب كمان عدد الافراد زي ما قلت لك. لو انت وجوزك، غير انت وطفلين، غير انت و4 اطفال، غير انت مثلا والعيله. فطبعا انا وجوزي وعندي 4 اطفال، فانا هعمل التفريزات على اساس اكلنا احنا. فطبعا في بيتك بتعملي التفريزات على اساس انت وعدد الافراد بتاعه اسرتك. وكمان هطلع الكبد والقوانص لوحديها وهخليها اكله لوحديها. الاكله دي انا بحبها جدا، لما بتجيبي كده كبد وقوانص وتشوحيها ببصل وفلفل وطماطم وحبه توابل كده اهوت، بتبقى حلوه جدا، وممكن كمان تديها ريحه فحم، بتبقى تحفه. انا كده قطعت الفراخ كلها زي وريتها لكم كده. ممكن تقطعي الفرخه 8 قطع، ممكن تقطعي الفرخه 10 قطع، ممكن تقطعيها 12 قطع، ولو قطعت الصدر كمان معاها ممكن توصلي ل 14 و16 قطع على حسب حجم الفرخه. يعني ما ينفعش فرخه 1.5 كيلو وتقطعيها 10 قطع، ما ينفعش خالص. الفرخه لو 2 كيلو ممكن تقطعيها 10 قطع، لو الفرخه 3 كيلو ممكن تقطعيها 16 قطع. وكمان لو هتعملي فراخ مشويه او هتعملي فراخ دجاج كنتاكي والفرخه حجمها كبير، يفضل تقطعيها صغير خالص، لان الفراخ المشويه الشويه بتحب الفراخ الصغيره عشان تستوي على طول، ما ينفعش تشوي الفراخ الكبيره. فانا كده قطعت كل حاجه لوحديها، فصلت الوراك لوحديها والدبابيس لوحديها والاجنحه لوحديها والهياكل، وطلعت بقى ايه الصدور كده لوحديها، لاني هعمل حاجه مهمه جدا طلبها مني جوزي في الفيديو دوت، لان هقولها لكم عليها ان شاء الله اخر الفيديو. عشان كده انا جبت له فراخ مخصوص عشان هو اللي طلب الطلب دوت. هطلع كده الفيليه وهوريكم هظبط ايه عشان الجيم بتاعه. هو الحمد لله بيروح الجيم، فطلب مني اعمل وجبات معينه على قد تديله سعرات حراريه هو محتاجها يعني. فطلعت الفيليه لوحدي، وانا جبت الفراخ مخصوص عشان خاطره هو. ربنا يخليه نعمه في حياتي يا رب، ويبارك لي فيه ويرزقه الصحه يا رب العالمين، ويقويه ويستر طريقه ويكبر بخاطره يا رب العالمين، ويبارك في رزقه ويبارك لي في اولادي ويبارك لي في زوجي وبارك لي في وقتي وبارك لي في عمري، اللهم امين. وكل واحد بيتفرج عليا يا رب، يا ربنا يكبر بخاطره ويرزقه ويفتح له بيبان رزق، وايده دايما دعاء اللهم ارزقني من فضلك، اللهم ارزقني من فضلك، اللهم بارك لي في رزقي. يلا الدعاء دوت من حظكم، من حظكم ونصيبكم، وانا بمنتج معاكم. فكده طلعت بقى الدبابيس لوحديها. الدبابيس ديت هعملها للاولاد دجاج كنتاكي، هما بيحبوه، ودجاج كنتاكي مفيش اسهل منه. يعني جيبي فرخه وقطعيها 8 او قطعيها 10، وهاتي دقيق وهاتي عليها التوابل المفضله بتاعه الدجاج كنتاكي، اللي هو بصل بودره، ثوم بودره، بابريكا، كاري، وكركم، ومرقه دجاج. والدقيق طبعا ممكن تحط عليه بضايه ونص كوبايه لبن، وتبلي الفراخ بقى ايه بالدقيق دوت وبالكل دوت، وتسيبيها في التلاجة ساعتين. وبعد كده اعملي نفس الكفر، نفس التوابل، دقيق برضو على نفس التوابل، وقليها في الزيت. ولادك هيتعودوا على الدجاج كنتاكي وتعمله لهم كل شويه. بصوا عملت الدبابيس لوحديها والاجنحه لوحديها، ممكن اعمل كمان الاجنحه ببصل والوناك لوحديها، تبقى اكله لوحديها برضو. وفي ناس بتقول الرجول بتاع الفراخ مفيده جدا، بيقولوا فيها فيتامينات زيها زي الكوارع بتاعه البقره او الجاموسه،
فالرجول بتاعت الفراخ بيقولوا برضو مفيدة، فانا هسلقها للاولاد كلوها خير وبركة، بلك ما كلوهاش هحطها للقطة مسلوقة، ما فيش اي مشكلة. احنا ما عندناش قطة بس ممكن نحطها لاي قطة ايه موجودة بتطلع السلم وكده. بس انا اولادي مش بيحبوها، بس لما لقيت ما شاء الله الفراخ كانت كبيره، فالرجول بتاعتها كانت كبيره يعني فحلوه يعني، فما رضيتش ارميها، قلت اسلقها اي مره من نفسي اشوف الاولاد هياكلوها ولا لا. بس الاولاد للاسف ما كلوهاش برضه. طلعت كده الفيليه، عملته زي ما انتم شايفين كده اهوت، طريقه خلي الفيليه ما فيش اسهل منها، بتحط كف ايدك كده اهوت على الفيليه وتكون ما تضغطيش جامد، وقطعي كده اهوت رقيق رقيق، هتطلع معاكي الفيليه مظبوطه ان شاء الله. هعمل كميه الفيليه المظبوطه، القطع اللي طلعت معايا سليمه على جنب، والقطع اللي ممكن تحس ان هي ما تنفعش للفيليه هخليها بقى اعمل منها فاهيتا، اعمل منها اللي هو دجاج ستريبس برده نفس خلطه دجاج كنتاكي، هعمل منها كفته، فممكن تعملي منها اكلات كتيره. بقيت البانيه بقى انا جوزي طلب مني قال لي اعملي لي وجبات للجيم، لان انا المفروض اخد مثلا بروتين 100 مثلا ما يعادل مثلا 150 جرام فراخ. فانا قلت له خلاص يا سيدي من عينيا انت تأمر بس. فنزلت جبت له الفراخ ديت مخصوص عشان خاطره، عشان بدل ما اجيب بانيه بقى قلت اجيب الفراخ واطلع البانيه اعمله واقسمه كل 150 جرام لوحديه، كل 150 جرام لوحديه. والله لغايه دلوقتي محطوط في الفريزر ما استخدمهوش. فهو لما يجي بقى يعوز مثلا اروح الجيم ولا جاي من الجيم كده اهوت، اطلعه له اشوحه له بمعلقه سمنه بلدي كده اهوت على السريع، هيبقى سهل يعني وجبه. لان المفروض اللي بيروحوا الجيم يعني اللي يفهم في الموضوع دوت ياخد كرياتين حاجات زي كده يعني، بس هو عشان ميزانيه والفلوس والمصاريف مش بيرضى يجيب الحاجات دي. فقال لي عوضها بالاكل، فانا بقول له جيب متستخسرش بنفسك والكلام ده كله، فانتوا ايه رايكم؟ فعملت له الوجبات ديت جنب طبعا اي بروتين لبن بيض حاجات زي كده، وخليتها له مثلا في البيت بدل ما يجيب هو فيتامينات والحاجات التانية ديت. فاكتبوا رايكم في التعليقات، لان هو الموضوع ده محيره وانا مش بفهم فيه. اكتبوا رايكم في التعليقات لو عندكم حد بيروح الجيم. بس فقطع خليت له كده البانيه لوحديه وهقسمه له زي ما انتم شايفين كل 150 جرام لوحديه، وفي وقت ما يقوزه كده شوحه له بمعلقه سمنه بلدي ويبقى ايه وجبه كده اهوت ليه. وخليت بقى الدبابيس لوحديها والراجل لوحديها والهياكل لوحديها، تقريبا طلعت الهياكل في نفس اليوم وطبخت عليها. فانت ممكن تجيبي كميه كبيره قوي من الفراخ على حسب الميزانيه، ممكن تجيبي فرختين وتقسميهم، ممكن تجيبي فرخه واحده لو انتوا نفرين بس وتعملي منها كذا وجبه، يعني الفرخه الواحده ممكن تطلعي الدبابيس لوحديها والوراجل والاجنحه لوحديها، وممكن تاخدي الصدر لما مثلا لو فرخه كبيره وتعملي منه بانيه وتعملي منه كفته وكمان تعملي منه فاهيتا. فعلى حسب الميزانيه وحسب عدد افراد الاسره ممكن تعملي التفريزات بتاعتك، وربنا يرزقنا جميعا يا رب ويوسع علينا. انا جبت خدت كل الفتافيت كده اللي طلعت من الفيليه وعامل بيها فاهيتا ان شاء الله اعملها معاكم. كمان حطيت كده اهوت الوراك والطرف بتاع الاجنحه لوحديها، ما رضيتش ارميه، قلت ممكن اسلقه لاي قطه واي حاجه واخد ثوابها هي كمان. وابتدي انضف بقى كده مكاني، ولما تيجي تنضفي مكان الفراخ يستحسن ان انت الاول بترشي اريال، لا مش اريال، اللهم صل على النبي، صابون مواعين وخل، علشان لو في نمل ولا في اي حشرات تختفي من عندك. في وصفه برضو عاملها لكم عشان الناس اللي عندها نمل، كان عشان ناس كتبت لي في التعليقات ازاي تقضي على النمل، هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. حطيت كده بعد ما حطيت كل التفريزات بتاعتي هكتبها في ورقه وحطيتها كده اهوت، هكتب على الورقه ديت دي لزق بيجاب للبياض، بيستخدموه بتاع النقاش او اي بيبيض يعني، بكتب عليها بالشكل دوت الحاجه قبل الفرازه عشان انا ممكن اتلخبط، لان الحاجات بتكون شبه بعض بعد ما بتتلج. كتبت الدبابيس بقى اجنحه وراك بانيه فاهيتا عشان انا لما اجي اطلع بقى اعمل الحاجه اعرف الفرق دوت اجنحه ولا دبابيس. انا بعرف من الشكل بس برضو الواحد لو خايفه تتلخبطي ممكن تكتبي عليها، وكمان ممكن تكتبي على الورقه ديت التاريخ لو انت هتهدي بالاقدميه، لو انت بتفرزي كتير تاخدي بالحاجة القديمة وتسيب الحاجة الجديدة ماشي، عشان ما تسيبيش الحاجة كتير في الفريزر. كده انا عملت الكمية كلها يا رب، واتمنى اكون افدتكم، ولو معلومة صغيرة واكتبوا رأيكم في التعليقات في موضوع الكرياتين بتاع الجيم، مش عارفة هو اسمه كرياتين ولا اسمه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.